نورت بيروت. نورت بيروت. أنا خدت لأراضي جمهورية العربية اللبنانية اللي هي بلدنا الثاني، خليني أقول بلدي الأول والثاني والثالث، لأنه أنا عربي فلسطيني سوري لبناني. ما في شك كلنا دولة عربية واحدة. وأهلا وسهلا فيك ببيروت. أكيد أنه أهل بيروت مبسوطين كتير بوجودك معنا. أنا بتشرف فيكم جميعا. بتشرف فيك. خلينا نبلش أسئلتنا لليلة لنعرف أكثر هيك معلومات منك فتح. وجوه وأزمنة كانت البداية تبع حضرتك، ومن قاع المدينة كانت الانطلاقة الحقيقية. شو يلي نضج بفاتح سلمان اليوم، غير أنه الشبه بالشكل بينك وبين وفيق حبيب بعده هو ذاته يلي لعبته سوا دور البطولة؟ بوجه تحية لصديقي النجم وفيق حبيب. طبعاً بس تعليقاً على موضوع وجوه وأزمنة، شوفي بالحياة الدنيا عتبات، صح. فأنا بشوف أنه مشان كون أنا أمين بمهنتي، بشوف أنه صديقي وفيق حبيب هو عتبة خير. سبحان الله، ممكن ترافقي ناس شوفي تكون عتباتهم ممنيحة عليك، وناس بتقدمك لقدام. وفيق حبيب من الأشخاص وهيدا اللي بيعكس إذا بدك الشبه بين بعضهم. من الأشخاص اللي أعطاني طاقة إيجابية من وقت ما تعرفت عليه. اشتغلنا مع بعض بأول مسلسل اللي هو وجوه وأزمنة. وجوه وأزمنة لما انعرض، طبعا هو كتابة وإخراج الأستاذ سامر خضر، توقعت الناس أنه هذا العمل ما يكون موفق، لأنه نحن صورناه بفترة كتير سريعة وكنا مضغوطين، وكان رمضان جاي، كان ظروف كتير صعبة. وبالتالي هو ما كان 30 حلقة، كان 23 حلقة. لكن وجود وفيق حبيب أنا شخصيا فادني، وقدرت أعمل خطوات من بعدها، فكان وجه خير علي. وقاع المدينة اللي كانت هون إذا بدنا نقول الانطلاقة الحقيقية لفاتح سلمان. هلا دائما اي فنان بده يكون في عنده دائما اول خطوه، هي الخطوه البدايه بالانتشار. خلينا لما نحكي نحن على مهنه الفن، صح. هي خطوه انتشار، بعدين بصير في عندك خطوات لها علاقه بالاحترافيه ولها علاقه بالمهنيه. فوجوه وأزمنة وكان الانطلاقه بانتشاري بالوسط الفني. قاع المدينه كرس التواجد الفني لفاتح سلمان، لكن إثبات الجدارة أو الانتقال إلى الحرفية والمهنية وكان بمسلسل كشف الأقنعة، إخراج الأستاذ حسان داود. أنا مشان كون أمين بأي طرح. طبعاً يعني بشو ما عملت طبعاً نجوميتك طاغية دايماً. من ذوقك، هذا كل ذوق. شكراً.